دابا ما انا ما قدرتش نعيط ولا يدوز لي العيد ما رجعش لي ولدي والله ما نقدر ندير شي حاجه بالله ما كنتش عليك انا ما رجعش ولدي والله ما معيط بالله كيفاش عليك ما عنديش فكره ندير العيد صفه نهائيه 15 عام ولا كنكبر فيه اكثر خلي نعرف في البريفي كتكبر لي في زعما راه ماشي زعما الحب كبير وفي الاخر يجي واحد يدمر لك ولدك ولا يدمرك راه بحال الحال حسبنا الله ونعم الوكيل وكل فيه طحين اللي قلت دير لي وصل لي الحاله وعيد هذا واش دابا ما انا ما قدرتش نعيط ولا ندوز لي العيد ما رجعش لي ولدي والله ما نقدر ندير شي حاجه بالله ما كنتش عليك انا ما رجعش ولدي والله ما معيط بالله 15 عام ولا كنكبر فيه اكثر خلي نعرف في البريفي كتكبر لي فيه زعما راه ماشي زعما الحب كبير وفي الاخر يجي واحد يدمر لك ولدك ولا يدمرك راه بحال الحال حسبنا الله ونعم الوكيل وكل فيه طحين اللي قلت دير لي وصل لي الحاله وعيد هذا واش مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق القضية ديال خالد الذي يبحث عن ابنه ولد خالد عبد الله وأخيرا بان مشاهدينا الكرام حيثيات القضية والتفاصيل ديال أسباب ومسببات هذا الاختفاء ديال عبد الله غادي نشوفوها مع بوها. تبعوا معايا خالد على سلامتك لقيتي ولدك. الله يسلمك خويا نجيك الحمد لله هذا فضل من الصحافه لكم وفضل من الله سبحانه وتعالى. حتى الامن داروا مجهود كبير والدعاء المغاربه معك. غادي تعاود لي القصه من الاول ملي لقيتيه شكون اتصل بك كيفاش حتى الان؟ الحمد لله خويا دابا سميتو الدري يومين هو ناعس سبحان الله ثلاث ايام من السبت. المهم كان شي وحدين عيطوا عليه الصدر جو تلاقاو معاه عطاو لك شي حاجه فرايبي كالها شربها. المهم قلت الدري من تما هو داي خداو ليه التليفون من اللي فاق لقى واحد الدري تما حدا عطاو شي سمن تبوع تم جاي مع شارع الحسن الثاني جا لقى رجال الامن ديال الدائره ديال المطاحين الله يجازيهم. المهم الدري شدوه اتصلوا بيا مشكورين من هذا المنبر الله يجازيهم رجال الامن ديال المحمديه وبصفه عامه وخاصه ديال البلاد كامله. المهم هي هذيك جيت عندهم الله يجازيهم عطاوني الولد جريت بيه ديريكت للسبيطار. الدري حالته مدهورة يعني جيت باش ناخذ شهادة طبية ونخرجوا لي شدوى قال لي ودي القضية ما فيها خاصك ترجع للجندارم باش يعطوك واحد التقرير باش تجيبي لنا باش تطمئن على الصحة ديال الدري ولدي يعني حالته مدهورة باش نعاود ثاني ما تدوش لي هذه السنة هكاك خاصو ما يضيعش فيها. والله يجازي كاع الناس اللي وقفوا معايا من ناحية الصحافة ولا من ناحية المغاربة ولا من ناحية كامل الأمن الله يجازيهم. ملي جلستي مع ولدك شنو العلاقه ديالو بهادو اللي استدرجوه بهذه الطريقه؟ شنو المعلومات اللي يقدر يعاود لك انت؟ المعلومات خويا قال لي شوف قال لي كنت كتواصل معاهم في التليفون تلاقى معاهم في مانيسمان جلسوا في البحر قال لك عطاوه رايبي في شي حاجه شرب ما بقاش عاقل على راسه داولي التليفون داولي شي حاجه من نجيب والله اعلم. ولكن انا الصحه ديال الابن ديالي الاهم شيء عندي. اول حاجه خاصني يعطوني التقرير ديال الشهاده الطبيه باش ندير لي شهاده طبيه على الصحه ديالو وعاد ربما واش الاغتصاب ولا المهم كاين شي حاجه تما شي لغز غامض خاصو يتعرف الله يجازيهم زعما حتى رجال الامن ورجال الدرك الله يجازيهم. يعني دابا الاجراءات مازال غنتبعها حيت هادو اللي داروا هاد الجونات اللي داروا هاد الجريمه ما خاصهاش دوز ليهم بسلام خاصني نتابعهم حتى اخر درجه حتى اخر لحظه. الزوجه ديالك اللي هي الام ديالو كتبع معنا ام عبد الله كيفاش الوضع الصحي ديالها دابا مسكين؟ دابا ما نكشفلك الحمد لله ما رجع الابن ديالها فرحات صراحه الله بالدعاء ديال المغاربه وبالمجهود ديال رجال الامن وبرجال الدراك والصحافه والله والمغاربه دعاء المغاربه كاملين الله يجازيهم الحمد لله كل شيء اللي وقف معنا كنشكرهم من هذا المنبر. صحيح حتى مسكينه دابا مزيان دابا الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله يا رب وشكرناك. هذا من فضل قلت جميع المغاربه وحتى الصحافه الحمد لله والامن ديالنا الحمد لله والجندارم وكل شيء زعما كل شيء الحمد لله كان مواقف معنا في هذه المحنه. اولا على سلامتك انك شتي ولدك والله يوفقك يا ربي. تبع معايا مشاهدينا الكرام الاستخلاص ديال الموضوع بصفه عامه انه واحتراما كذلك للراي العام اللي ما تبعش الفيديو الاول خالد في المحمديه
الابن ديالو يوم السبت اختفى على الانظار حتى يوم الاثنين، ويوم الاثنين هو اليوم اللي غيدوز فيه الامتحان ديال التاسع الموحد. مشاهدينا الكرام، اليوم رجال الشرطه مشكورين اتصلوا به كما شفتوا، عطانا معطيات اسباب والمسببات. هاد الرفقاء شيئا ما ديال السوء اللي عرفهم اللي قدروا يعطيوه مخدر للولد يومين وهو فاقد الأهلية، حتى شافوا رجال الأمن اللي اتصلوا بالأب ولقوه. ما يهمنا أكثر في الموضوع هو الإطار القانوني في هذا الملف، هو دور أولا رجال الدرك الملكي مشكورين اللي داروا مجهود كبير، وكذلك رجال الشرطة من أجل بحث دقيق مع الإبن. المستشفى أعطى جواب قانوني محض، خصو يتوصل برسالة من المؤسسات الأمنية أو الدركية من أجل بحث دقيق طبي لتبيان الحقيقة ما تعرض له عبد الله. هذا الشق الأول، بطبيعة الحال تيكون في إطار الطب الشرعي. مشاهدينا الكرام، الجانب الثاني هو النداء ديالنا للمندوب ديال وزارة التعليم بالمحمدية، اتخاذ المتعين بالشق الإنساني لهذا الوليد باش ما يضيعش. ممكن بطبيعة الحال استشارة مع الأكاديمية وكذلك مجموعة من الشركاء أو الرؤساء إذا صح التعبير، باش هاد الوليد يدوز الامتحان ديالو ويتوفق إلى بغى الله باش ما يضيعش في هاد السنة. كذلك الملف تتبع ديال رجال الدرك ورجال الشرطة من أجل البحث عن من هم مرتكبي هذا الفعل الجرمي. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص القضية ديال خالد والابن ديالو عبد الله، وهي رسالة في حد ذاتها للرأي العام. مراقبة الأبناء ديالهم ذكورا وإناث في ظرفية المراهقة، لأنه الابن ديالو 15 سنة ظرفية جد صعبة. من هم الرفقاء اللي كيكونوا معهم من أجل يكون عنده مسار اللي غادي يكمل في الدراسة ديالو ويحقق داكشي اللي كيتمنى. نحن نتتبع على الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.